فمعنى إن ربي على صراط مستقيم، إذا سرتم على الصراط المستقيم وصلتم إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقصد ويطلب من وراء الأعمال، وهو الذي يرجى لقاؤه سبحانه وتعالى، وإرادته مقدمة على إرادة من سواه. والله عز وجل عندما ذكر الإرادة قال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. رغم أن هذا متلازم، فلا يصل إلى الله من لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومريدا لمتابعته، ولا يصل إلى الله من لم يريد الدار الآخرة ولكن قدم ذكر إرادة الله. فنحن نريد الله أولا، نريد حبه، نريد قربه، نريد رضوانه، نريد النظر إلى وجهه، نريد سماع سلامه وكلامه، نريد أن نفرح بقوله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. نريد أن نفرح بأعظم فرح وسرور حين يقول: أحل عليكم رضائي لا أسخط عليكم بعده أبدا. فنصيب المؤمن من الله عز وجل مقدم عنده على الجنة بما فيها وعلى كل من فيها. فمتعة المؤمن وفرحه وسعادته بالله عز وجل ورجاؤه لله مقدم على كل شيء، وإن كان لا يحصل له ذلك إلا في الجنة، فلن يقترب من الله أحد إلا في الجنة، ولن يرى الله أحد رؤية تنعيم إلا في الجنة، ولن يسمع سلام الله وكلامه كلام التكريم إلا في الجنة. فهو سبحانه وتعالى يسلم ويكلم أهل الجنة في الجنة، فلذلك كانت الجنة جنة بقرب الله سبحانه وتعالى وحبه والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى.